سي زكريا الملحاوي، مرحبا بك معنا في مراكش وفي الكوكب مراكشي، في ربما سادس صفقة للفريق الكوكب مراكشي، مرحبا بك معنا في مراكش الرياضية. شكرا الأخ عصام على هذا الاستقبال الحار، ونتمنى أن يكون عند حسن ظهرنا جمهور مراكشي. سي زكريا، أن هذا ماشي مفاجئة ولكن الصفقة، ولكن من أين تعطينا الرأي ديالك على هذا الانتقال ديالك؟ كيف جات الفكرة باش أنها تنتقل لفريق الكوكب مراكشي؟ فصراحة بعد انتهاء يعني فترة ديالي مع فريق المغرب التطواني وانقضاء مدة ديال العقد ديالي، فاتصل بي وكيل الاعمال ديالي وعرض عليا باش انني بوكوجيسين زعما مع فريق الكوكب المراكشي، رغم انني تلقيت مجموعه من العروض الا كان الاتفاق النهائي مع فريق الكوكب المراكشي. نتمنى ان يكون عند حسن ظن للاداره ديال التقنيه، عند حسن ظن المدرب سي هشام دمعي، وحسن ظن الجمهور المراكشي. باش ممكن يقول سي زكريا الجمهور المراكشي، لانه كان تنشوفوا هذه الايام من خلال الكلام اللي كنا قلنا في الموقع النادي مراكش الرياضي، انه زكريا قريب من الكوكب المراكشي، كان واحد الحماس كبير ديال الجمهور المراكشي باش انا نشوفوا زكريا في الكوكب، باش ممكن تقول له؟ فصراحه بعد ما انتهى العقد ديالي مع فريق مغرب تطواني، فكما قلت لك مع وكيل الاعمال اللي قررنا باش انا نوقع الكوكب مراكشي، نظرا للسمعه ديالو ولا من ناحيه الاداره التقنيه، الهيكله ديالو، الانفراستركتور اللي كيتوفر عليها، فنظن بان فريق الكوكب مراكشي فريق كبير بالتاريخ ديالو، بالجمهور ديالو، بالناس ديالو، فنتمنى انني نقدم الاضافه لهذا الفريق العريق، واننا نكون هذا الموسم يعني نلعبوا على احدى المراكز ان شاء الله المؤهله لاحدى البطولات الافريقيه، لان نظن بان عندنا فريق ممتاز وفريق شاب وفريق طموح اللي غادي يقول الكلمه ديالو هذا الموسم ان شاء الله. بالنسبه لزكريا، دابا شحال وليتي كوكابي؟ دابا شحال الموسم؟ فصراحه انا وقعت على عقد لمده سنتين مع فريق الكوكب المراكشي، ونتمنى ان الامور تمشي على ما يرام ان شاء الله، ونكونوا هذا الموسم من حسن ظن الجمهور. هذا الشيء تنتمناه، ومرحبا بك مره اخرى في مراكش. شكرا، مرحبا.